هنتكلم عن السيت لاين في الشابتر ده وازاي نعمل ديفيجن اوف لاين سيجمنت. الديفيجن اوف لاين سيجمنت ليه شكلين، ممكن يكون ان انا عندي لاين سيجمنت بالشكل ده كده اهو اسمه اي بي، وانا هجيب بوينت اسمها سي كده ديفايد ذا سيجمنت انترنالي، يعني جت ان بتوين الاي وان بتوين البي في النص ما بينهم كده، مش لازم في النص بالظبط بس ان بتوين. يعني السي ديت هتديفايد ذا سيجمنت ده لريشو اوكي معينه. قال ممكن يكون عندي الاي بي كده بس انا هبدأ من الايه، هروح للبي بس انا هروح الاول اعدي على السي، يعني هروح الاول اروح للسي كده اهو ومنها اقوم راجع للبي بعد كده. فكده بقول ان السي ديت ديفايد ذا سيجمنت اكسترنالي، سواء انترنالي انا رحت من الاي للسي كده وكده من السي رحت للبي والسي ديت ان بتوين الاي والبي، او سواء اكسترنالي يعني طلعت بره السيجمنت ورجعت تاني. وممكن يبقى الاي بي عامل كده، فانا اجي من عند الاي اطلع بره السيجمنت من الناحيه دي وبعد كده ارجع تاني للبي هنا تبقى ديت السي واتيفر. يعني شكل من التلاتة هو رول واحد بشتغل بيه مع اختلاف بسيط جدا هعلمه لكم. الرول بتاعي هو عبارة عن M1 X1 بلس M2 X2 over M1 بلس M2، والتاني M1 Y1 بلس M2 Y2 over M1 بلس M2. اقدر اقول لكم ان في كل الحالات يا شباب، في كل الحالات اللي عندي انا هبتدي دايما من عند الاي هروح للبي، بس لازم اعدي الاول على مين؟ على السي. فلو انت عندك السي بيلونجز للاي بي لاين سيجمنت، احنا نقدر نقول ان السي ديفايدز اي بي انترنالي ان ذا ريشيو. دايما الريشيو هخليها عباره عن ام 2 تو ام 1 دايما، دي حاجه ثابته بالنسبه لي. والكوردينيت بتاع السي زي ما قلت هي ام 1 اكس 1 بلس ام 2 اكس 2 اوفر ام 1 بلس ام 2. الواي كوردينيت اوف بوينت سي هتبقى ام 1 واي 1 بلس ام 2 واي 2 اوفر ام 1 بلس ام 2. انا عندي ادي بوينت A وبوينت B. find the C if it divides AB line segment internally at the ratio 1 to 2. طبعا ال ratio قلنا دايما بنخليها دايما M2 وديت M1، وهنسمي البوينت دي X1 Y1 ونسمي البوينت دي كده X2 Y2. يبقى عشان نجيب بوينت C هقول يبقى C equals الرول بتاعنا M1 X1 بلس M2 X2 over M1 بلس M2 كما M1 Y1 بلس M2 Y2 over M1 بلس M2. وهبدأ أعمل substitution فهيبقى equals M1 عندك ب2، X1 عندك هنا اهو ب3، بلس M2 عندي عبارة عن 1، X2 عندي عبارة عن -2 over M1 بلس M2 يعني عبارة عن 2 بلس 1 كما M1 عندي هنا تاني M1 اهيت ب2 multiply y1 -4 اهو كده، بلس M2 عندك عبارة عن 1، y2 عندك عبارة عن -1 over M1 بلس M2 يعني 2 بلس 1. هنحسب 6 minus 2 تبقى 4، 4 over 3 ده ال x coordinate، والناحية التانية -6 minus 1 تبقى -7 over 3، يبقى ديت هي ال point of division. هي عبارة عن M2 وديت هي M1. لو قال externally فأنا عندي M2 هي هتاخد ال 5 و M1 هي المفروض تاخد ال 4. في الاكسترنالي بخلي الكبير بالبوزيتيف والصغير بالنيجاتيف. قال طب نفرض M2 هي الصغنونة و M1 يا مستر ياسر هي الكبيرة، قال لي برضه ديت بالكبير بالبوزيتيف والصغير بالنيجاتيف، يعني ماليش علاقة ان النيجاتيف مع M2 او النيجاتيف مع M1، ما بتحسبش كده، بتتحسب الكبير ياخد بوزيتيف والصغير ياخد نيجاتيف. قلت له جميل. امتى الكلام ده بيحصل؟ امتى الكلام ده بيحصل؟ في حاله الاكسترنالي بس، اما في حاله الانترنالي الاثنين بيكونوا بوزيتيف. قلنا له ماشي يا مستر، التو بوينتس هي عباره عن x1 y1 وهنا كده x2 y2. حاول يبقى السي بتاعتي بوينت اوف ديفيجن هيبقى عباره عن m1 x1 بلس m2 x2 اوفر m1 بلس m2، وهنا عندي M1 Y1 بلس M2 Y2 over M1 بلس M2. هبدأ أعمل substitution. M1 عندك عبارة عن -4 multiply X1 اللي هي ب2 بلس M2 اللي هي عبارة عن 5، X2 اللي هي عبارة عن 1 over M1 بلس M2. M1 هي -4 و M2 اللي هي positive 5 كما نفس ال -4 و positive 5.
أما فوق M1 بنيجاتيف 4 ملتبلاي Y1 Y1 بزيرو أهيت بلس M2 عبارة عن 5 ملتبلاي Y2 عبارة عن نيجاتيف 1. هبدأ أحسب الكلام ده كله بالكالكوليتر، هيطلع عندي في أول واحدة نيجاتيف 8 بلس 5 يعني نيجاتيف 3 أوفر 1 بنيجاتيف 3، مش مستاهلة كالكوليتر. وهنا نيجاتيف 5 أوفر 1 هيطلع معايا نيجاتيف 5. يبقى الفرق بين internally و externally هي في الساين بتاعت M1 و M2. دايما الكبير ايا كان بقى نوع 1 او 2 الكبير بياخد positive والصغير بياخد negative، وبالتالي انا هحافظ على نفس الرول. لو قال لك انا بتعامل مع line segment يبقى لازم يكون division internally. لو قال لي ray او straight line ومحددش هو عايز ايه يبقى لازم احلها مرتين، مرة internally ومرة externally. فهنا قال لك البوينت A عبارة عن 3 و نيجاتيف 2 و B نيجاتيف 1 و 5، وقال لي find the C divide the AB straight line ومحددش نوع الشغل ايه. هيبقى انا الاول هصبوز ان الديفيجن از انترنالي واشتغل مسألة سؤال عادي خالص كده، هرجع اعمل الديفيجن اكسترنالي واشتغل سؤال مرة تانية عادي خالص. فهو الاول لقيت هنا كده يا مستر ان C divides ال AB straight line internally، وبالتالي ريشيو M2 to M1 هتبقى عبارة عن 2 to 3. عندي فيها M2 هتبقى equal 2 و M1 هتبقى equal 3. وعندي البوينتس بتاعتي ال A هي عبارة عن 3 و negative 2 وال B عبارة عن negative 1 و 5. هنسمي ده كده X1 Y1 وده هنسميه كده X2 Y2. وهبدا اعمل سبستيتيوشن، فراح تبقى البوينت سي يا مستر ياسر ايكوالز الرول بتاعي ام1 اكس1 بلس ام2 اكس2 اوفر ام1 بلس ام2 كوما ام1 واي1 بلس ام2 واي2 اوفر ام1 بلس ام2. الكلام ده هيحصل هو هو بالظبط، هو هو كوبي بيست بالظبط لو كانت اكسترنالي. يعني ده كده لو جه على جنب كده وجيت خدته منه كوبي بيست كده على الناحيه الثانيه كده، هو هو هيحصل لو كان الكلام اكسترنالي. يعني لو جيت عملت كده الكلام ده هو هو لو كان اكسترنالي. لو انا جيت شلت ديت كده وحطيت مكانها بدل انترنالي اكسترنالي، اوكي، يبقى حاجه نلعب في الساين. كان نفس الكلام هو 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 نفس الكلام. لو جينا عملنا كده اهو وحطينا هنا كده كلمة externally، وبالتالي هيبقى ديت يا مستر 2 و 3 هي هي نفس ال 2 وال 3، بس 2 تاخد negative و 3 تاخد positive عشان خاطر هي externally، لكن نفس الرول هو هو مفيش اي فرق. وهسمي ده برضو كده x1 y1 وهسمي ده كده x2 y2، ومجرد ما هعمل substitution هيطلع عندي ال point of division اللي هي c سواء في الكيس ده او في الكيس ده. هقول في اول كيس يا مستر ياسر هقول يبقى equals M1 عندك عبارة عن 3، هيبقى عندي 3 multiply X1 فوق هي كمان 3 بلس M2 عبارة عن 2 X2 عبارة عن negative 1. الكلام ده الصم بتاع M1 و M2 يعني عندي عبارة عن هنا 3 بلس 2. كما الناحية التانية M1 عندي يا محتامين ب 3 Y1 يا مستر ياسر زي ما انت شايف فوق ب negative 2 هيت كده عندي بلس M2 اللي هي عبارة عن 2 Y2 عبارة عن 5 وتحت عندي 3 بلس 2. هبدأ أعمل simplify هتبقى 9 minus 2 7 يعني 7 over 5. الناحية التانية negative 6 بلس 10 يعني 4 تبقى 4 over 5. الناحية نفس الكلام هعمل substitution، فهيبقى عندي equals M1 عندي ب 3 X1 عندي عبارة عن 3 برضو M2 عندي عبارة طبعا لما احط بلس هنا M2 بنيجاتيف 2 احطها في براكت X2 عندي عبارة عن نيجاتيف 1. الكلام ده اوفر السم بتاعهم M1 اللي هي 3 بلس مع النيجاتيف 2، اوكي. هقول له عندي هنا كده M1 تاني عبارة عن 3 Y1 عبارة عن نيجاتيف 2، اوكي، بلس M2 عندي هي نيجاتيف 2 احطها في براكت كده Y2 عبارة عن 5 وتحت عندي M1 بلس M2 يعني 3 بلس نيجاتيف 2 ومقفل البراكت. هيبقى عندي 9 بلس 2 يعني 11 over 1 فهتفضل 11. الناحية التانية عندك نيجاتيف 6 minus 10 بنيجاتيف 16 over 1 بنيجاتيف 16.
اوكي يبقى انا دلوقتي عندي لو ما حددتش الكايند اوف ديفيجن هو انترنالي ولا اكسترنالي، انا لازم اسبوز التو كيسز ونحلها مره انترنالي واكسترنالي. الفرق الوحيد بس ما بينهم هي في شكل الريشيو، هنا الاثنين بالبوزيتيف لكن هنا الكبير بوزيتيف والصغير نيجاتيف. لو جيت هنا وقال لي لو انت عندك A و B find the C in which، ومديك ال C belongs لل A B line segment، طالما line segment يبقى بيتكلمني internally بس، ده كده معناه ان انت ال division عندك internally بس. ومديني هنا ان 3AC equals 4CB، فلازم ابدأ من عند ال A. اقول يبقى يا مستر هاخد عشان اجيب ratio AC over CB لازم لما ارجع 4 over 3، فده معناه يا محترمين ان AC over CB equals اقول يبقى 4 over 3، لازم لما ارجع اخد ال 4 معايا حتى عشان اتاكد ان انا حليت صح. لما اعمل cross multiplication يبقى 3 multiply AC تديني left hand side و 4 multiply CB تديني right hand side. تو جميل جدا. قال لي يا مستر ولازم زي ما قلت في الاول خالص في اول كلمه قلتها معاكم، لازم البدايه من عند الاي وحوصل في الاخر للبي، بس لازم في النص اعدي على السي، لازم الحته ديت في كل الحالات بتاع السؤال الدرس ده. انت ماشي على المبدا ده، ابدا من عند الاي اروح لحد البي بس لازم اعدي على السي، وده اللي انا عملته دلوقتي. ابتديت من عند الاي اوكي وصلت لحد البي والسي هي اللي في النص ما بينهم، يبقى من A ل C وكده من C ل B. شايفين من A رحت لل C ومن ال C رحت رايح لل B، يبقى البداية من ال A والنهاية عند ال B. في الحالة ديت بس اقدر اسمي ديت M2 واسمي ديت هي M1. يعني M2 يا مستر ياسر عبارة عن 4 و M1 يا مستر عبارة عن 3، والاتنين بالبوزيتيف عشان شغال internally، لانه قال لي هنا line segment، قال لي هنا line ايه segment. ومديك عندك ان الاي بتاعت حضرتك عبارة عن 5 و 0، ومديك كمان ان البي بتاعت حضرتك عبارة عن نيجاتيف 2 و 3.5. وبالتالي هيبقى عندي هنا كده اكس 1 واي 1 وهنا كده هيكون اكس 2 واي كام واي 2. تعال نبدأ بقى نجيب السي. هقول يبقى السي بتاعتي ايكوال، هعمل كده واحط ام 1 اكس 1 بلس ام 2 اكس 2 اوفر ام 1 بلس ام 2 كوما M1 Y1 بلس M2 Y2 over واحط M1 بلس M2، وهبدأ أعمل substitution بين values اللي عندي وأطلع الـ point C بمنتهى الهدوء. فهقول له M1 زي ما حضرتك شايف كده عبارة عن 3، X1 عبارة عن 5، M2 عندي 4، X2 عندي عبارة عن negative 2 over M1 بلس M2 يعني 4 بلس 3. حاجة الناحية التانية M1 3، y1 عندي 0، هقول له بلس m2 عندي ب 4، y2 عندي ب 3.5 اوفر m1 بلس m2 يعني 4 بلس 3 تاني، واحط كل فاكشن على الكالكوليتر واحسبها يطلع معايا 2 بوينتس بمنتهى الهدوء. كيس 2 قال لك c belongs to the array in which it is starting from a and contains b، وقال لي ان 2ac equals 3cb. طبعا طالما قال لي array هنا وما حددتش ان الديفيجن انترنالي ولا اكسترنالي يبقى لازم اعمل التو كيسز. فحاسم البيج بتاعتي كده نصين وهبدا اقول يا مستر ياسر ليت ان سي ديفايدز انترنالي، وهنا كده ليت ان سي ديفايدز اكسترنالي. طب تعالى نشتغل يا مستر. طبعا انت عندك الاي وعندك البي بس ما عنديش الريشيو. الريشيو عندك اهي بتشتغل بيها. فاول كيس انت عندك 2AC equal 3CB، وبالتالي هتقولي AC over CB، AC over CB equals ده هيجي over ده يعني 3 over 2 تمام. وطالما انت internally يا مستر ياسر يبقى انا عندي ديت M2 وديت M1 والاتنين بالبوستيف، يعني انت عندك M2 equals 3 و M1 equals 2، وعندك البوينتس هي هي A و B 5 و 0 و negative 2 و 3.5. ال A هي هي عبارة عن 5 و 0 وال B ديت عبارة عن negative 2 و 3.5. حسمي هنا X1 و Y1، X1 و Y1، وهنا حسمي X2 و Y2. من دول هقدر اجيب C واعمل substitution مباشر، فال C هتبقى عبارة عن M1 X1 plus M2 X2
over M1 plus M2, comma, وهنا عندي M1 Y1 plus M2 Y2, وتحت برضو عندي M1 plus M2. وابدأ اعمل substitution واطلع C. نفس الكلام الناحية التانية. الفرق الوحيد ان لما هجيب الريشو ديت هنسمي ساعتها M2 يا محترمين اللي هي 3 و M1 يا مستر اللي هي عبارة عن 2. طالما قلت external يا مستر ياسر هخلي الكبير بالبوزيتيف والصغير بالايه بالنيجاتيف. ونفس البوينت هي A و B. هحط الاي عندي هنا يا مستر ياسر زي ما موجودة في الناحية التانية عبارة عن 5 و 0. وعندي يا محترمين البي ديت عبارة عن نيجاتيف 2 و 3.5. قادر اجيب بيها السي بمنتهى الهدوء. هنعمل سبستيشن في نفس الرول دوت هتطلع سي تانية. لو بصينا على حل مستر ياسر تحت هتلاقي في اول كيس هنا الديفيجن انترنالي اونلي عشان هو ما حد هو حد ان هو احنا بنتعامل مع لاين سيجمنت. حطينا يا مستر ريشيو حطيت 4 اوفر 3 واشتغلت بالبوينتس اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2 عملت سبستيشن طلعت عندي سي. اما لما كان راي يبقى وي هاف تو كيسز مره انترنالي ومره اكسترنالي. جبت الاول يا مستر ياسر الريشيو ان جنرال هو اللي في الحالتين نفس الريشيو اوكي. لان انت هتجيب هنا AC over CB تبقى 3 over 2 ولازم ابدا بالC ولازم اختم بالB. الاول لو انترنالي فانا خدت الاثنين بالبوزيتيف لكن في الاكسترنالي خدت الكبيره بالبوزيتيف والصغيره بالايه بالنيجاتيف ونفس البوينتس وعملت سبستيتيوشن بمنتهى الهدوء. طيب هنا بعد كده قال لك لو انت عندك الA والB بشكل ده عايز البوينت C in which واداني سي بيلونجز ستريت لاين يبقى برضه عندي 2 كيسز. بس قال لك هنا ان 3 AC equal 2 AB. حلو هنا بقى يا مستر في مشكله ان انت عندك قال لك 3 AC equal 2 AB وبالتالي لو خدت ال AC over ال AB ده هيؤدي بيا ال 2 over 3. اي في مشكلة يا مستر انت بدأت من عند الاي بس مش السي هي الكومن. انا عندي هنا في سي في المكان ده لكن ديت مش سي. طب الحل ايه؟ قال لازم نرسمها ونحسها بنفسنا. الاول هو قال لك هنا ستريت لاين فانا هعتبر ان هي الاول انترنالي يعني هسبوز ان هي انترنالي. فانت لو عندك هي السيجمنت هو اي بي لان هو هنا مديك الاي ومديك البي فدول الاند بوينتس. لو انا سبوزد ان السي من بتوين في المكان ده كده وخدت اي سي ديت بتو اوكي وخدت اي بي كلها ديت بثري يبقى انت خدت ده كده تو وده كده ثري وبالتالي الحته دي تبقى كام؟ تبقى 1. قال لي اه صح يا مستر. معنى كده ان انت لو بدات من عند الاي رحت للسي ومن عند السي رحت للبي زي ما احنا متفقين ابدا من الاي واختم بالبي ومن خلال السي لازم اقف في النص. فانت هتقول لي يبقى انا عايز اي سي وعايز هنا سي بي. فالاي سي عندي يا مستر ياسر ب2 والسي بي عندي يا مستر ياسر ب1 يبقى الام2 ايكوال 2 والام1 ايكوال 1 وطبعا انتنل يبقى الاثنين بالبوزيتيف. يبقى هنا لما جيت اداني يا مستر ياسر ريليشن ديت ما ادانيش السي هي الكومن لا ده اداني الاي هو الكومن الاي هنا وهنا كومن فلازم اسبوز ان هي انتنل وابدا احسها بنفسي. يا ترى يا مستر ياسر انا عشان امشي اي سي ب2 يبقى انا هاجي من هنا اروح لحد هنا ب2 وهاجي من عندي الاي اروح لحد البي بي 3 فلو ديت كده يا مستر ياسر الحته دي كده يا مستر ياسر 2 ودي كلها 3 يبقى هنا في 1 يبقى السي بي عندي ب1 فحط عند السي بي هنا 1. طيب خلاص طبعا الموضوع كده جبت عملت اللعبه ديت يبقى الموضوع انتهى. انت عندك الاي عباره عن 6 و 0 هو مديهاني فوق في الجذر نهايه والبي عندي يا مستر ياسر عباره عن 3 ونيجاتيف 3 روت 2 وعندي هنا الديفيجن انترنالي انا سبوز هو انترنالي. فيبقى عندك هنا يا محترم الاي سي اللي هي هتبقى عباره عن ام2 هتبقى عباره عن 2 وام1 عباره عن 1 والاثنين بالبوزيتيف اخد دول كلهم واعمل سبستيشن في الرول بتاعنا ام1 اكس1 بلس ام2 اكس2 اوفر ام1 بلس ام2 والناحيه الثانيه عندي ام1 واي1 بلس ام2 واي2 over M1 plus M2 وبكده يبقى احنا هنعمل substitution ونطلع C. هو قال لي هنا straight line زي ما انتم شايفين يبقى ممكن تبقى externally. طب استنى انت عندك يا مستر 3AC equals 2AB فانت لو خدت ال AC على ال AB لو خدت ال AC over ال AB يبقى انت هترجع كده تاخد ال 2 over ال 3. قال لي اه. قال طب لو انا عندي ال A هنا وال B هنا ركزوا جدا معايا بقى
وعندي سي اكسترنالي، يا ترى هتبقى واقفه من الناحيه دي من بره الناحيه دي ولا من بره الناحيه التانيه؟ لازم نجرب الاثنين، وعلى حسب الريشيو هنحدد. طب تعالى وريني ازاي، يعني هسبوز ان هي مره شمال وهسبوز مره تانيه ان هي واقفه يمين هنا، وتعال نشوف بقى يا مستر ياسر الصح هو شمال ولا يمين. الاي سي تاخد 2، تقول يعني من الاي هروح للسي هاخد 2، من الاي هروح للبي هاخد مين 3. هنا يا مستر ياسر الناحيه التانيه الاي سي هتاخد 2، قلت له الاي سي هتاخد 2 ومن الاي تروح للبي تاخد 3. بالزي ما ده لوجيك، ينفع تبقى الحته اللي فيها 2 اكبر من الحته اللي فيها 3؟ لا يا مستر، يبقى الكلام ده ان لوجيك. يبقى انت في الاكسترنالي مش عارف هي ناحيه الاي ولا ناحيه البي، هي من بره فين؟ يا ترى من بره ناحيه الاي ولا من بره ناحيه البي؟ فانا هحط السي يا مستر مره شمال ومره يمين. لو حطيتها يمين ممكن امشي هنا 2، تقول اه ممكن اي سي تبقى 2 وممكن اي بي ديت تبقى 3، ماشي خلاص مش تفرق، مش علاقه ببعض. لكن لما اعمل اي سي دي كلها كده ب 2 واقول لا دي الحته دي حته منها من جوه 3، لا ده مش لوجيك، ما ينفعش ال 2 تبقى اكبر من 3، يبقى ده مش هينفع. نشيل ده كده وده مش هينفع. طب تعالى بقى كلمني بقى يا مستر ياسر، كلمني بقى دلوقتي يا مستر، انت قلت ان الصح هو ده، ان الاي سي ديت 2 من الاي للسي 2، اوكي. وبعد كده يا مستر ياسر من الاي للبي ديت كام؟ ها 3. قلت له اه. اي طب بص، هو السيجمنت يا مستر ياسر اسمه اي بي، ماشي كده اوكي. فانت عايز تجيب من الاي تروح للسي ومن السي تروح للبي. قلت له طب يلا، من الاي عشان تروح لحد السي فانت هتمشي كده 2 اوكي، ومن السي عشان تروح للبي فانت هتيجي من السي تروح لغايه البي تمشي كده كام؟ ها 5. يبقى حط هنا 5. فاحنا لو قلنا ان السيجمنت بتاعنا هو اي بي بالشكل ده، يبقى اللي مشي يمين دوت مشي بالبوزيتيف، اما اللي رجع لورا ده رجع بالنيجاتيف. عشان كده دايما في الاكسترن اللي بقول ان الكبير يا مستر لو ده كده ام 2 وده كده ام 1، فاقول يبقى ام 2 ايكوال 2 وام 1 ايكوال 5، فالكبير ياخد بوزيتيف والصغير ياخد ايه؟ بس احنا مالناش دعوه بكل التفاصيل ديت، احنا على طول ناخدها كقاعده عندنا ان الكبير بوزيتيف والصغير نيجاتيف. جبنا ام 1 وام 2 وانا عندي 2 بوينتس اي وبي، هقول والله يا مستر ياسر الاي عندك عباره عن 6 و0 والبي عندك يا مستر عباره عن 3 ونيجاتيف 3 روت 2، بقى عندك الاثنين دول وعندك كمان ام 2 ام 1، هتعرف تعمل سبستيشن في نفس الرول بتاعنا اللي هو ام 1 اكس 1 بلس ام 2 اكس 2 اوفر ام 1 بلس ام 2، وهنا عندي ام 1 واي 1 بلس ام 2 واي 2 اوفر ام 1 بلس ام 2. اوكي اهوت انا قسمتها عندكم هنا اهيت، وجبت ال 2 يا مستر ياسر الريشيو المظبوط، لازم ابدا ب اي واختم ب بي وهنا السي، وعندي 2 اوفر 5. بروف ذات ان البوينت ديت كولينير، طبعا عشان ابروف ان هم كولينير انا لازم اجيب الاول الديستانت اي بي واجيب الديستانت اي سي واجيب الديستانت بي سي والاقي ان الصم بتاع الاثنين الصغيرين قد الكبير. وبالتالي يا مستر عشان انت بيكون عندك 3 بوينت كولينير، لو ديت 2 سنتي وديت كده 3 سنتي يبقى ده كله لازم يطلع 5 سنتي. فلو عندي اي بي ب 2 وبي سي ب 3 يبقى الاي سي كله 5. فعشان تبروف ان انت عندك كولينير بتجيب 3 ديستانت ويطلع الصم بتاع الاثنين الصغننين قد الكبير. فهو يبقى بمنتهى البساطه انت هتعمل سكوير روت وتعمل كده اكس 2 ماينس اكس 1 سكوير بلس واي 2 ماينس واي 1 سكوير، وهتبدا تعمل سبستيتيوشن بالاي والبي، هتسمي اكس 1 واي 1 وتسمي اكس 2 واي 2 وتحسبها، ونفس الكلام مع اي سي ونفس الكلام مع البي سي، بس في الاي سي هتشتغل في دول في البي سي هتشتغل بدول. عشان ما نضيعش وقت تعال نشوف احنا عملناهم ازاي تحت. جبنا يا مستر ياسر الاي بي معايا، طلع الاي بي يا محترمين عباره عن 4 روت 2 بعد ما عملت سبستيتيوشن، البي سي طلع معايا 6 روت 2 والاي سي طلع معايا 10 روت 2. معنى كده ان ال 10 قد ال 6 بلس ال 4، يعني اكبر واحده هي الاي سي. يعني انت عندك كده ادي الاي وادي السي دي كلها 10، الاي بي عباره عن 4 فهحط هنا كده البي بحيث يبقى ديت 4 روت 2 وديت كده 6 روت 2 وكلها 10 روت 2. عايز يجيب الريشيو اللي هعمل بيها ديفايد الاي بي بوز بوينت سي، يعني انا عايز اعمل ديفايد الاي بي، يعني هبدا من الاي وهنتهي عند البي بس السي هقف عندها هي المحطه. فلازم اروح بص اعملها ازاي، هروح من الاي للسي وهرجع يا مستر من السي للبي. عشان اروح من الاي للسي يبقى مشيت ال 10 كلهم، ورجعت من السي للبي يبقى رجعت ال 6، يبقى انا مشيت ال 10
O2 وبعد كده يبقى انا عندي هنا كده AC over CB عبارة عن 10 root 2 over 6 root 2. همشي 2 مع 2 اعمل divide 2 فوق وتحت يطلع 5 over 3 زي ما انتم شايفين كده. والنوع بتاعي externally. ليه externally؟ عشان خاطر السي ديت يا مستر اوتسايد الاي بي. شايفين السهم ماشي ازاي؟ رحت من الاي ماشي للسي ورجعت من السي للبي. يبقى يا مستر ياسر من الاي رحت للسي ومن السي رجعت للبي. اوكي؟ يبقى جبت اي سي كده سي بي. ليه؟ لان هو قال لي هنا انا عايز اقسم الاي بي بالبوينت سي. طب عايز اقسم الاي سي بالبوينت بي. تستنى يبقى انت طالما هتعمل ديفايد الاي سي بوينت بي يبقى هتبدا من الاي تروح للبي ومن البي ترجع للسي. يعني هتبدا من الاي تروح للبي ومن البي تروح للسي. يبقى انت هتمشي كده وهتمشي كده. يبقى البي في النص اهي يبقى انترنالي. وديت 4 root 2 وديت 6 root 2 يبقى هتاخد 4 root 2 to 6 root 2 اهو من الاي للبي ومن البي للسي. يبقى عشان البي ديفايد الاي سي حاجه من الاي اروح للبي ومن البي ارجع للسي. يبقى انت عندك اي بي بعد كده بي سي. اي بي يا مستر ياسر ب 4 root 2 والبي سي ب 6 root 2 كنسل ده مع ده يديك 2 to 3. ولاحظ ان البي هنا في النص يبقى انترنالي بين الاي والسي. بعد كده عايز هنا ريشيو ديفايدز بي سي مع بي. تقول خلاص ماشي. الاساس بتاعك لو انت ركزت معايا الاساس بتاعك ده هو ده الاساس بتاعك. طب انت عايز تقسم مين دلوقتي يا مستر ياسر؟ فهمني كده عايز تقسم مين؟ قول لي كده. قال لي انا عايز بصراحه اديفايد ريشيو ويتش ديفايدز بي سي بي. يعني ايه هي ديفايدد؟ يبقى من البي من البي هبدا من البي اروح للاي ومن الاي ها هرجع للسي. يبقى انا همشي ها 4 2 كده همشي 10 root 2. يبقى الريشيو عباره عن 4 root 2 وبعد كده 10 root 2. همشي ده مع ده يطلع معايا 2 to 5 لما اعمل divided 2. وطالما هنا الاي ديت يا مستر ياسر مش موجوده ما بين البي والسي يبقى الديفيجن اكسترنالي. يبقى مشيت الاول كده كده رجعت لورا كده اهي. لو بصينا عليها تحت هنا مشيت الاول 4 root 2 كده رجعت 10 root 2 طلعت معايا 2 root 5 واكسترنالي. طيب ازاي اجيب الريشيو؟ You have to start from the starting point of the given segment. فمديك segment اهو هبدا بالstarting point. كده هنروح للpoint of division هروح للA ومن الpoint of division هروح للending point. يعني من الA اروح للC. يبقى من الB للA ومن الA للC. واشتغل يا مستر ياسر احط الريشيو كل واحدة بكام واعمل simplify. الرول بتاع الميد بوينت اللي احنا عارفينه من زمان هو عبارة عن x1 plus x2 over y1 plus y2. على فكرة هو نفس الرول الاساسي اللي هي m1 x1 plus m2 x2 over m1 plus m2 والناحيه الثانيه في الواي. طالما هي ميد بوينت يبقى ريشيو m2 m1 هي 1 to 1. ما هو ميد بوينت قد بعض. فلما احط ان دي ب1 ودي ب1 مشيوا فبقى x1 plus x2 وتحت 1 plus 1 بقت 2. يعني الميد بوينت ده هو الرول بتاعي ده هو سبيشال كيس يا مستر ياسر من الرول الاساسي بتاع الديفيجن. طيب يا مستر ياسر ماشي مش هنختلف مع بعض في المسميات كلها حاجات بسيطه. تعال نشوف مع بعض بقى لو عندي حاجه بوينت اسمها بوينت اوف سنترويد. بوينت اوف سنترويد هي البوينت اوف انترسكشن اوف الثري ميديانز. جاي من السي رايح للميد بوينت ومن الاي للميد بوينت ومن البي للميد بوينت. دي اسمها بوينت اوف سنترويد اوف ذا تراينجل. ودي موجوده في التراينجل بس بيكون عباره عن كل بوينت من دول اكس واي اكس واي اكس واي هسمي 1 2 3 واقول لي يبقى بوينت اوف سنترويد x1 plus x2 plus x3 over 3 ونفس الكلام في الواي over 3. اما لو عندي في باراليلوجرام اوكي او ريكتانجل او رمبس او سكوير هتلاقي دايما في اربع فيرتيسيز. لو عرفت ثلاثه اقدر اجيب الرابعه يا مستر ياسر. ايه بجد؟ قال لي اه بس بشرط تسمي ديت x1 y1 وديت تسميها x3 y3 ولازم البوينت الاوبزيت للانون ديت الاوبزيت للانون هي تاخد ال2 عشان هي ديت اللي هيبقى معاها ماينس. هيبقى معاها ايه؟ يبقى دايما معاها ماينس دي هي الفيرتكس الاوبزيت للانون فيرتكس. اما الاثنين التانيين اللي انا عارفهم دول هسمي واحده فيهم 1 والثانيه 3. عملنا اكس 1 بس اكس 2 جمعنا 2 مع نيجاتيف 4 اوفر 2 ونفس الكلام في الواي. طب لو عندي ديت هي الميد بوينت للاي بي ومديني الاي وعايز البي هسمي الاي ديت اكس 1 واي 1 هسمي البي ديت هي اكس 2 واي 2. هقول القانون بتاعي يا مستر ياسر او الرول بتاعي هو الميد بوينت عباره عن ايه؟ عباره عن x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2. هقول يبقى equals. طيب هنا مديني الميد بوينت given فهحط هنا كده 10 و negative 4
كده عندي اكس 1 هي عبارة عن 4، هحط 4 بلس اكس 2 انا ما اعرفهاش اوفر 2، واي 1 عبارة عن 5 اوفر 2 يعني 2.5، واي 2 انا ما اعرفهاش اوفر 2. هنا عايز اجيب البوينت بي، عشان اجيب البوينت بي ديت لازم اعرف الاكس 2 واعرف الواي 2. فهقول انا هنا عندي طالما اوضه دبير ايكوال اوضه دبير، يبقى الفيرست بروجكشن اند الفيرست بروجكشن يعني 10 ايكوال 4 بلس اكس 2 اوفر 2 دي اكنها اوفر 1. هعمل كروس مالتبليكيشن 1 مالتبلاي النيوميريتور زي ما انت شايف 10 باي 2 ب 20، ده هيعدي الناحيه الثانيه يعني اكس 2 ايكوال 20 ماينس 4 يعني 16. هنا السكند ايكوال السكند، فيبقى عندي النيجاتيف 4 ايكوال الفراكشن ده، فيبقى عندي كده نيجاتيف 4 ايكوال 2.5 بلس واي 2 اوفر 2. هعمل كروس مالتبليكيشن، يبقى انا عندي 2.5 بلس واي 2 equals ده باي ده equal 2 by negative 4 by negative 8، حوالي دي الناحية التانية، يبقى y2 equal negative 8 minus 2.5، يبقى y2 equals negative 10.5. جبنا ال y2 وعندي x2، يبقى البوينت بتاعتي 16 و negative 10.5. okay. بيقول لي عايز السنترويد. السنترويد بوينت بتاع تراينجل قلنا الرول بتاعها اوكي هو عبارة عن x1 بلس x2 بلس x3 over 3 y1 بلس y2 بلس y3 over 3، واحط هنا x1 y1 واحط هنا كده x2 y2 واحط هنا كده x3 y3 وحد عامل substitution، فهحط 3 بلس 2 minus 5 over 3 والناحية التانية هحط 5 minus 3 بلس 7 over 3. انا خدت x1 x2 x3 مع بعض، طبعا هنا في بوزيتيف بس بوزيتيف مع نيجاتيف ديت هتديك نيجاتيف ونخلص الدنيا، ده هيبقى 5 minus 5 يعني 0 over 3 ب 0، والناحية التانية هيبقى 9 over 3 3، تبقى هي ديت السنترويد اللي انت عايزها. بيقول لي هنا ام ديت سنترويد للتراينجل ومديني A و B. طبعا انا بيكون عندي تراينجل ABC اوكي مديني السنترويد، طبعا قال سنترويد يبقى انا اللي عندي رول السنترويد ايكوال A المفروض الرول بتاعها x1 بلس x2 بلس x3 over 3 والناحية التانية y1 بلس y2 بلس y3 over 3. هسمي دوت x1 y1 وده هسميه x2 y2، يبقى ناقص لي السي اللي هنا هخليها يا مستر عبارة عن x3 y3، ومدي السنترويد هو ده 2 و 3. يبقى انا هبدأ اعمل substitution، هحط هنا كده 2 و 3 وهبدأ اعمل substitution. x1 عبارة عن 3 x2 عبارة عن 5 x3 انا معرفهاش over 3، هنا y1 بنيجاتيف 2 والتانية ب 7 وهنا كده y3 over 3. هبدأ اقول يا مستر دي كده عبارة عن 2 و 3 equals دي كده عبارة عن 8 بلس x3 over 3 وده كده عبارة عن 5 بلس y3 over 3. هبدأ اخلي الفيرست قد الفيرست والسكند قد السكند يعني 2 equals 8 بلس x3 over 3. هعمل cross multiplication يبقى ده كده equal 6، يبقى x3 equal 6 minus 8 يعني negative 2. الناحية التانية second مع second يعني 3 equal 5 plus y3 over 3. هعمل cross multiplication يبقى 5 plus y3 equals 9، هودي 5 هناك بالنيجاتيف 9 minus 5 equals 4، يبقى البوينت C عبارة عن negative 2 4. طب لو اتكلمنا وقلنا ان ABC ده كان تراينجل، لو عملنا ABC دي ده هيبقى باراليلوجرام، عايز الدي بكام؟ هقول مفيش مشكلة، انا جبت السي دلوقتي عبارة عن نيجاتيف 2 مع 4، هجيب ده كده تحت عشان اعرف احل بقى الفورس فيرتكس. هقول يا مستر ياسر دلوقتي لو انا عندي السي، لو انا عندي السي بالشكل ده اوكي وعندي الاي وعندي البي وانا عندي باراليلوجرام كده اسمه يا مستر اي بي سي دي وهو عايز يجيب الدي، يبقى لازم عند البي ديت هسميها اكس 2 واي 2، هي فعلا اسمها اكس 2 واي 2 ولو ما كانش هغيرها، والاي هي 1 وهسمي السي هي 3. عشان اجيب الفورس فيرتكس الرول بتاعي هيبقى عبارة عن x1 بلس x3 ماينس x2 والناحية التانية y1 بلس y3 ماينس y2، وحد اعمل substitution x1 عندي اللي هي موجودة هنا 3 x3 عندي اللي هي c بنيجاتيف 2 خلاص يبقى خليها نيجاتيف بقى، يبقى دي خليها نيجاتيف 2
minus x2 عندي يا مستر اللي هي 5، y1 عندي اهيت عبارة عن negative 2، y3 عندي يا مستر اهيت عبارة عن 4، y2 عندي اهيت عبارة عن 7. واحسب الكلام ده هيبقى عندي هنا كده عبارة عن negative 4، والناحية التانية هتبقى عبارة عن negative 5. هي دي البوينت دي. بيقولي ازاي اجيب ان بوينت سي ديت هي الفيفث ديستانت ما بين الاي والبي، يعني عندي الاي والبي اوكي، وسي هي الفيفث. السي هي الفيفث يعني واخده 1 من 5، فلو ده 1 وكله كان 5 يبقى الحته دي كده كام؟ 4. فعشان اجيب الفيفث ديستانت اوكي اوف ا سيجمنت، يبقى انت يا مستر ياسر قال لي فيفث يبقى 1 ماشي، هي اصلا فيفس عامله كده، يبقى اخد الريشيو بتاعتي 1 واعمل ده ماينس ده يا مستر يبقى 4، يبقى الريشيو بتاعتي 1 تو 4 اهي 1 و 4، فيبقى الام 2 عندي ب 1 والام 1 عندي ب 4. وطبعا دايما بيكون الديفايدز انترنالي. ديفايدز ايه؟ لو قال لي ثيرد يعني انت بتيجي تقف عند الثيرد، يعني انت عندك ادي الاي بي كده اهوت، انت عايز تقف في بوينت هي الثيرد، فدي 1 من 3 كله، فلو كان ده كله 3 وديت كده بس 1 من هنا لهنا 1، يبقى من هنا في كام؟ ها في 2، يبقى انا عندي ال1 ديت هي m2 وديت هي m1 واشتغل ديفايد انترنالي عادي. يبقى if the point c lies in the fifth distant between a و b يبقى c divides the internally in the ratio 1 to 4. مثلا ده fifth قال لك ده كله 5، اذا كان انت خدت 1 يبقى 4 من ال5. طب الثيرد يبقى انت خدت 1 يبقى 2. if a وال b زي ما انت شايف كده، find the two points which divide the ab into three equal segments. عايز اقسمها تلات حتت قد بعضها. البي عندي بالشكل ده، فانا عايز اخلي هنا ثيرد وثيرد وثيرد. حسابي ديت مثلا سي، تعال نجيب السي الاول. اجيب السي ازاي؟ اي طبعا تلاتة قد بعض، يبقى لو ده 1 من الاي للسي 1 يبقى من السي للبي كام؟ ها 2. يبقى عشان اجيب البوينت سي هقول له الريش بتاعتي يا مستر ياسر 1 تو 2، ديت ام 2 وديت ام 1، وانا عندي اكس 1 واي 1 وانا عندي اكس 2 واي كام يا شباب؟ وهنا هشتغل بالرول العادي بتاع زمان اللي هو عبارة عن m1 x1 plus m2 x2 over m1 plus m2 comma. هنا عندي m1 y1 plus m2 y2 وهنا عندي m1 plus m2، وهعمل كده وهبدأ اعمل substitution هطلع point c. مثلا طلعت معايا 7 و 8 مثلا. طب عايز بقى يا مستر ياسر اقسمها تاني عشان يبقى الحتة دي قد الحتة دي قد الحتة دي. فانت لما يكون عندك البوينت سي وعندك البوينت بي تعرف تجيب ديت از ميد بوينت. يبقى لو دي اسمها دي، يبقى عشان نجيب الدي هشتغل برول اكس 1 بلس اكس 2 اوفر 2 واي 1 بلس واي 2 اوفر كام، فطلع البوينت دي، لان دي ديت تعتبر ميد بوينت ما بين السي وما بين البي. يعني هشتغل برول القديم بتاع البايسكت عشان خاطر كانت الريشيو الاول 1 تو 2 مش قد بعضها، شايفين كده عامله ازاي؟ ما يكونش قد بعض، فاشتغلت بام 1 اكس 1. لكن لما جبت السي بقى وانا عندي السي وعندي البي اقدر اجيب الدي كميد بوينت اهي. الاول اشتغلت ان السي ديت بالديفايد 1 تو 2، يبقى هنا كده عندي هنا كده اهوت ده 1 وده 2 وانا عندي اي ودي انا عندي بي اوكي، ديت ام 2 وديت ام 1 زي ما انتم شايفين، ام 2 اهيت وام 1 اهيت والاي والبي. جبت بوينت سي، لما جبت السي ديت عباره عن 1 و 1 وانا عندي البي اساسا اهي عبارة عن نيجاتيف 3 ونيجاتيف 5، فتعتبر البوينت اللي في النص اللي هتخلي ده قد ده قد ده هي الميد بوينت ما بين الاثنين دول، ما بين ده وما بين ده. فاشتغلت بالرول بتاع الميد بوينت زي ما انتم شايفين. طيب الاي والبي اهي اند السي ديفايدز الاي بي في البوينت ديت، عايز الريشيو. قلت له استنى بقى عليا، هنا انت ما قلتليش هي ديفايدز انترنالي ولا اكسترنالي. انا بسبوز ان هي انترنالي، يعني ديت البوينت اوف ديفيجن. قال لي انت عندك القانون بيقول لك سي ايكوالز، انا عندي هنا عباره عن ايه؟ ام1 اكس1 بلس ام2 اكس2 اوفر ام1 بلس ام2، وهنا ام1 واي1 بلس ام2 واي2، وهنا عندي ام1 بلس ام2. السي عندك عباره عن نيجاتيف 1 مع 2، انا ما اعرفش الامات، بس انا عارف يا مستر ان اكس1 واي1 موجودين عندي واكس2 واي2 موجودين عندي. تعالى نعمل سبستيتيوشن. فهقول لي يا مستر ياسر انا عندي ام1 بلس ام2 وعندي ام1 اكس1، اكس1 بكام؟ ب2، يعني عندي احط هنا كده 2 2 باي ام1 ب2 ام1، وعندي اكس2 عندي بنيجاتيف 3 نيجاتيف 3 مع ام2 بنيجاتيف 3 ام2. وممكن اكمل الناحيه الثانيه وممكن ما اكملهاش، مش مشكله. ليه؟ انا عشان اجيب الريشيو يعني عايز ام2 تو ام1، ده الريشيو بتاعتي.
قال لي يا مستر كفايه تاخد واحده بس قد واحده، يعني مش لازم اجيب الاكس والواي، يكفيني اكس بس او يكفيني واي بس، هذا يجوز او هذا يجوز. فهقول يبقى انا عندي نيجاتيف 1 ايكوالز 2m1 ماينس 3m2 اوفر m1 بلس m2. هقول له يا مستر اعتبر ان ده كده اكنه اوفر 1 واعمل كروس مالتيبليكيشن، ف 1 مالتبلاي النيميريتور يديك 2m1 ماينس 3m2 ايكوالز ده مالتبلاي ده يبقى نيجاتيف m1 ماينس m2. هات m1 في ناحيه واحده فهجيب m1 الناحيه دي، فيبقى عندي 2m1 دي نيجاتيف تيجي بوزيتيف m1 ايكوالز سيب النيجاتيف m2 وديت نيجاتيف وديها بالبوزيتيف يبقى بلس 3m2. حاول يبقى هنا عندي 3m1 ايكوالز دي كده عباره عن 2m2. انت عايز تجيب m2 اوفر m1، عشان تجيب m2 اوفر m1 يعني هتجيب ده على ده، يبقى ده على ده يطلع معاك 3 اوفر 2، يبقى دي الريشيو اللي انت عايزها اهو. فايند ذا ريشيو، هنفرض ان هي انترنال، لو الريشيو كانت بوزيتيف، شايفين ده الريكتانجل ده، لو الريشيو كانت بوزيتيف يبقى انترنال، لو نيجاتيف يبقى ايه اكسترنال. فسنس ان الريشيو طلعت معايا كده بوزيتيف زي ما انتم شايفين، يبقى ده بوزيتيف، يبقى الريشيو ديفيجن انترنالي. مدي واحد تاني نفس الكلام بس هطلعها بالنيجاتيف اهو، بصوا معايا بيقول لي هنا A و B و C ديفايد، خدت ال A و B وحطيت ال، هي المفروض دي تبقى نيجاتيف 8 و 8، هي ادي 8 و نيجاتيف 8، دي غلطة مني أنا، حطيت ال 8 و نيجاتيف 8 وخدت ال point A 3 و نيجاتيف 2 وال B نيجاتيف 2 و 4 زي ما انتم شايفين كده، وعملت سبستيتيوشن. مش هنا اشتغل في الاثنين على فكره، ممكن الاكس بس او الواي بس، يعني مش شرط تشتغل في الاثنين. في الاخر بتاخد، لو خدت الايت تاخد الاكس ديت اللي هي الاولانيه، لو خدت نيجاتيف 8 تاخد الثانيه، خدتهم ايكوال بعض وعملت كروس مالتيبليكيشن وحليت، طلعت معايا ريشيو بالنيجاتيف. هي لما تطلع بالنيجاتيف معنى كده ان هو اكسترنالي، لكن كريشيو ريشيو انا بكتب البوزيتيف اونلي، بكتب البوزيتيف ايه اونلي.